بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى اخي فخامه الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بوفاه فخامه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه التونسيه السابق عبر سموه فيه عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب التونسي الشقيق ولاسره الفقيد الراحل مبتهلا سموه الى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الواسع بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي ضمنها سموه خالصة تعزيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل